انتهت حالة الترقب بشأن من سيحكم الجزائر خلال 5 سنوات القادمة. وزير الداخلية الجزائري أعلن أخيراً عن هوية الرئيس الجديد القديم. تحصل على 8 ملايين، أكرر 8,332,598، أي ما يمثل 81.53%. قبل إعلان النتائج الأولية للانتخابات، كان أنصار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يحتفلون في ساعات متأخرة من الليل بفوز مرشحهم بفترة رئاسية رابعة، فيما نظم المرشح علي بن فليس المنافس الأقوى لبوتفليقة ندوة صحفية ندد فيها بعملية التزوير الواسعة التي عرفتها الانتخابات على حد تعبيره. سأعارض بكل ما أوتيت من قوة هذا التعدي الانتخابي، ولهذا الغرض سأستعمل كل الوسائل السياسية السلمية بالإضافة إلى كل الطرق الشرعية التي بحوزتي كي يعلو الخيار السيد لشعبنا. المعارضة الجزائرية ومعها بن فليس رئيس الحكومة الأسبق والمرشح الخاسر أجمعت بأن الانتخابات لم تكن نزيهة، مؤكدة بأنها ستطعن أمام المجلس الدستوري في النتائج، فيما قال أنصار المقاطعة إنهم لا يعترفون بالعملية الانتخابية ولا بنتائجها، مؤكدين أن النسبة الحقيقية للمشاركة لم تتجاوز 25%. هذا مشهود بالعين المجردة. كل من يتجول في مختلف ولايات الوطن سيجد مراكز اقتراع فارغة لم يستطع وكلاء رئيس الجمهورية المترشح الغائب لم يستطيعوا رغم كل الترسانة الكبيرة التي سخروها واستعمال وسائل الدولة وإعلام الدولة لم يستطيعوا جلب الحشود الغفيرة. السؤال المطروح بقوة الآن وبعد الإعلان عن فوز بوتفليقة هو مجال التحرك المتاح أمام المعارضة، فالبعض يتوقع استمرار الحراك الشعبي الذي بدأ في مدن عدة أهمها في منطقة القبائل حيث يقطن الأمازيغ، وقد خلفت المواجهات مع رجال الأمن خلال يوم الاستحقاق عشرات الجرحى، الأمر الذي قد يحتم على الطبقة السياسية والفاعلين الاجتماعيين بلورة هذا الحراك للضغط على السلطة لتقليص عمر هذه الفترة الرئاسية، فيما يؤكد آخرون أن اللجوء لأساليب قانونية لا جدوى منها وأن الوضع يؤول إلى الانفجار عاجلا أم آجلا. من يتحدث عن الطرق القانونية هو من لا يرى الصورة أمامه. نحن في دولة استبدادية، القضاء يخضع للرئيس، النظام يدفع إلى الانفجار حقيقة. يعني لو كانت لم تتعطل العقول ولم تعمل بصيرة كيف يأتون برجل في هذا العمر وفي هذه الصحة البائسة؟ رأي يخيف الجزائريين كافة، فلا أحد منهم يريد العودة إلى حرب أهلية كالتي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي. معظم المعارضين عقدوا العزم على العمل بكل الطرق الشرعية لكي يعلو الخيار السيد للشعب الجزائري، ومنهم من أعلن نية الخروج إلى الشارع للتنديد بالنتائج بعيدا عن العنف والاستفزاز، فيما تدعو الموالاة إلى احترام كلمة هذا الشعب الذي اختار رئيسه بكل ديمقراطية كما يقولون. سفيان ثابت، BBC.